مشاهدينا ولسه مكملين مع حضراتكم وفقرة مهمة جدا لكل البنات اللي عايزة تغير من شكلها. بما اننا النهاردة بنتكلم عن الموضة، في كتير الحقيقة من البنات في الصيف بالذات بيحبوا يجددوا من الستايل الخاص بيهم عشان يكونوا بمظهر جذاب ومظهر ترندي كده زي ما بنقول، واللي ضمنها يعني بنختار ان احنا نصفف شعرنا بشكل جديد ويكون كمان مريح وسهل وان احنا نقدر نتحرك بيه في اي وقت. واللي من اهمها طبعا الشكل اللي احنا بنحبه الراستا. كتير الحقيقه عارفين ان الراستا دي عباره عننا نضفر شويه خصل كده من الشعر، بتبقى شويه ضفاير فبتكون بالشكل الافريقي طبعا اللي كلنا بنشوفه وعارفينه ومعتاد علينا كلنا، ويكون في اكستنشن برضو بلون تاني فبيعمل شكل حلو. لكن الجديد بقى اللي احنا النهارده بنقدمه راستا كيرلي. ناس تقول لك يعني ايه الكلام ده؟ النهارده بقى هنشوف واحده معايا زي القمر هتقدم لنا حاجه جديده عشان نطلع بلوك جديد في الصيف. ضيفتي النهارده نور عبده، خبير التركيب الشعري وكمان الراستا، ومعايا موديل سميرة محمد. اهلا بيكم منورينا. اهلا بيكي حبيبتي. انا مبسوطه جدا بيكي، وطبعا كل الناس شايفيننا دلوقتي ان انت عامله شعرك بلوك مختلف ودخلت معاكي الاوضه وحاولت ان انا اركب. انت عامله لوك جديد وانا بحب الشكل ده جدا 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 في الصيف، ولكن بعض الناس ما بيعرفوش يعملوا ده. صح. شايفه الوان كمان كتير، انا عايزه اقدم لكم كل الحاجات اللي جايباها معايا، بس قولي لي ازاي نعمل الشكل اللي انت عاملاه ده. احنا الاول غيرنا مفهوم الراستا اللي احنا متعودين عليها، اللي هي شويه الضفاير اللي بيديكي في الشكل في الاخر اللي هو الافريقي العادي بالظبط. احنا دلوقتي بنعمل الضفاير دي بس بنركب عليها اكستنشن من غير لزق بقى، من غير تراند، من غير اي حاجه. احنا بنركب تركيب كروشيه عشان برضو الناس اللي تعرف نور خبير التركيب كروشيه. يعني اصلا الناس والشعر ده ولا بيتلزق ولا في دبل فيس زي ما الناس عارفه، ولا في كليبسات ولا في اي حاجه، هنشوف بقى مع بعض الخصل بتاخدها وتركبها ازاي. يلا بينا نبدا اول خصله مع بعض. الشعر بيكون كله سايب كده باشكال بقى زي ما انت تبقي حابه، ويفي او كيرلي. عشان برضو الناس اللي بتسال النهارده قبل ما نجيب التركيب، هي لسه بتفك الخصل. انواع كتير جدا، في كيرلي ضيق جدا ده بيعيش معانا وممكن ما نغسلوش لمده فتره كبيره. لا هو دلوقتي هو الشعر ده بيتغسل بس الناس عشان عايزينه الويفي الكيرلي الصغنن قوي قوي زي اللي انت عاملاه ده اسمه كيرلي رفيع جدا بيتعمل صغير يعني. وفي بقى الويفي الواسع وفي الكيرلي العادي، فهنشوف مع بعض التركيب. في الويفي الواسع، في السمول ويفي، في الكيرلي الواسع، في الكيرلي الضيق. بصوا يعني فن في التركيب حاجه جميله جدا. بس كده بصوا بمنتهى السهوله كانك ربطتي حاجه، يعني ربطتي رباط عادي بشكل سهل وبسيط. طبعا بقى بنحدد لها الكميه على حسب الشكل اللي هيناسبها مع وشها. ايوه انا عايزه الكاميرا تقرب عليكي كده عشان نشوف. بس بصوا عملت شكل عامل ازاي. اللي عايز يملى الجناب، عايز يعمل ضفاير في الجناب ويزود من ورا شويه. الموضوع ده بقى كمان ينفع للناس اللي شعرهم خفيف جدا. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا شعري خفيف قوي، لو هركب شعر عادي سواء لزق او دبل فيس او هيبان لان الشعر خفيف مفيش حاجه هتداريه. دلوقتي الضفاير دي انا لما بعملها سواء شعري خفيف او تقيل، الضفاير دي انا بحمل عليها كميه شعر اللي تناسبك، سواء بقى كتير قليل على حسب شكل وشها. انت عندك صفحه على انستجرام مش كده؟ انت مشهوره بموضوع الشعر الكيرلي. الناس بقى اللي عايزه تغير فعلا من شكلها، لان انا والله بفكر جديا يعني ان انا اعمل الموضوع ده فتره كده، الواحد برضو يغير من نفسه، وبعد مش هنعمل شعرنا بقى ولا بيبيليس ولا سشوار، هنسيبه كده في الصيف، فده بيدي لوك جميل جدا. طيب نور عايزه اسالك على حاجه، انت ليه تخصصتي في الراستا؟ يعني في حاجات في لوكات كتير قوي، يعني ليه تخصصتي في الموضوع ده؟ انا تخصصت في الراستا، هو الكيرلي لوك عموما ملوش تركيب في الشعر الطبيعي، بيبقى تركيب برانجز او دبل فيس او الحاجات اللي بتدمر الشعر بالظبط. وكمان لما هتيجي تركبي شعر طبيعي كيرلي، وانا شعري مش كيرلي اصلا، فمش هيبقى فيه شكل، مش هيديني الشكل ده. وكمان من كتر ما نعمله بسخونيه البيبيليس الشكل بالزبط. اللي انت عاملاه الشعر بيتدمر، فانا مبسوطه ان هي جايبه شعر، يعني الشعر ده صناعي مش كده؟ صناعي، شعر صناعي وجميل جدا جدا ومش هيتهلك، لان هو اصلا جاي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اللي هو الكيرلي الصغير او السمول كيرلي الصغير. طب انا عايزه اعرف يعني ايه راستا؟ الراستا الضفاير اللي احنا بنبقى عاملينها دي في الشعر اللي هي الضفيره العاديه. احنا بنعملها بقى فرنش راستا. الفرنش راستا اللي هي بتكون الضفيره من اول قدام لحد ورا خالص. كل بصيلات شعرها
موجودة في مكانها، احنا مش شادين اي حاجة لتحت. الرستة بقى اللي احنا عارفينها بتاعت زمان اللي انت بتمسكي الشعر، الشعر وبتفرقه وبيتقطع كل الشعر وبيتنحل من قدام. كنت دايما هقول لك بيتقطع ليه. دلوقتي انا شعري هاخد منه. كنت بشوف الناس لما زمان يعني في المصايف كده يعملوا الضفاير القديمه المعتاده اللي كلنا عارفينها، بيحطوا الوان تانية بشعر تاني برباط، طبعا مش بيبقى شعر، بيبقى انواع زي الرباط او لون تاني، خيوط بنحطها بتشد مع الشعر وهي بتبقى تقيلة وخصلة الشعر خفيفة بتروح نحلة الجزء ده كله بالظبط. فعايزين نتفادى برضو الموضوع ده عشان نطلع بلوك حلو، ونتفادى موضوع النحل بتاع الشعر اللي هو بيبقى دلوقتي الرصة الضفاير العادية علشان خاطر نعملها وما تأذيش شعرك بندفرها باكسبريشن. الاكسبريشن بيبقى شعر ده زي ده برضو ما بيبقاش خيط. الخيط بيأذي الشعر علشان خاطر بيكون تقيل جدا، لما بيتبل مية كمان بيتقل قوي مع المية، لكن الشعر مش بيتقل زيه زي اي شعر انت بتركبيه. طبعا انا لابسه اكستنشن وشعري يعني ايه طول كده وعايزه اركب، عايزه اركب شعرك بقى بس. طويل او قصير او اي حاجه احنا هنعمله كده كده في الفرنش راست. هركب لك اي تركيب. بياخد قد ايه معاكي يا نور؟ يعني مثلا عايزه اجي، بس انا طول عمري بزهق من موضوع التركيب الشعري، انا عمري ما ركبت شعر ثابت في شعري، بعمل اكستنشن عادي. اوكي. فالتركيب ده بياخد وقت قد ايه؟ ساعتين فك وتركيب وفك برضو ساعتين. لا فك ربع ساعة. فك السهل، فك سهل، فك سهل جدا. بس التركيب انت برضو بتبقى عايزة توزعي. بالظبط بوزع وبركبه خصلة خصلة. طيب يعني في ناس يقولك اصل الرستة دي بتفيد الشعر في ايه؟ يعني الناس تقولك يعني ايه بتفيد الشعر؟ دلوقتي احنا مريحين شعرنا لان احنا عاملين شعرنا في الضفاير، فاحنا مريحين شعرنا من الصبغه. انا ممكن اركب لك اي لون شعر انت محتاجه تعمليه صبغه بدل ما تصبغي شعرك وتهلكي شعرك، انا ممكن اركبه لك. بلس ان انت مريحه شعرك من الفشوار، من المكوى، من كل ده. طبعا انت خدمتيني النهارده على فكره. بلس بقى ايه ان احنا واحنا مركبين الكيرلي دوت احنا ممكن نعالج شعرنا. انا من كل تفيره وتفيره فرق الجلد بتاعي كله باين، اقدر اغسله عادي، اقدر احط له اي علاج عادي. طيب عايزه اسالك الشعر ده ممكن يقعد يعني متركب في شعري قد ايه واشيله؟ شهر او شهر ونص، ده بيختلف من كل واحده لوحده. ليه؟ لان الضفيره دي اول ما هتطول الشعر بتاعها هيطلع بتاعها من قدام. فبضطر ان انا اشيله واضفر من الاول واركب تاني. جميل جدا والله، يعني انا بفكر فعلا جدا تاخديني واحنا مروحين كده اروح اعمل شعري كده. طيب في ناس بقى بتحب الحاجات اللوك المختلف اللي هو مطرقع زي ما بيقولوا. تمام. بيبقوا عايزين مثلا الوان مختلفه، يبقى شعرها اسود تعمل خصل حمراء، في ناس بتبقى شعرها غامق مثلا على بني عايزه تعمل خصل ساندري خالص نفس لون شعري او افتح شويه نفس برضو اللون اللي انت عاملاه في شعرك، وفي ناس بتبقى عايزه تعمل بقى موف والوان كتير جدا، بس دي بتبقى عايزه تظهر بيها في الصيف لو رايحين حفله او كده. اختيار الشعر ده معاكي بيبقى سهل ولا انت ممكن تشوفي حاجه تقولي لها لا ده مش هيليق عليكي؟ لو هي مختارة حاجة مش هيليق عليها أنا بقول، بتقولي لها بتديها رأيك بقول بس. لأن الكيرلي لوك الكيرلي شكله مختلف عننا، يعني اللي بتركبه مش شعرها أصلا مش كيرلي ممكن تكون ومختارة مثلا لون شعرها مثلا بلاك ومختارة أحمر. فأنا لو هو لايق على وشها هعمله لها، مش لايق برشح لها ألوان تانية. وساعات بتقول لك لا انا عايزه اركب ده وده، ساعات بتقول لك انا عايزه مثلا ابيض في شعري، في ناس برضو طلع موضه قوي موضوع الابيض في الشعر ده. هو الابيض او البلوند عموما الناس كلها بتبقى حباه علشان هي مش هتصبغ شعرها فبتنطق الالوان اللي تحت بالزبط. الاساسيه طب كلميني عن الاكستنشن، لما اجي اعمل اكستنشن كيرلي اختيار بيكون ازاي او تركيبه بيكون ازاي؟ هل بيبقى زي الكروشيه ده ولا بيبقى اصعب شويه ان هو بيمسك في الشعر؟ الاكستنشن اللي احنا هنركبه ترند مثلا انا عشان اركب اكستنشن كيرلي ترند انا لازم يكون شعري كيرلي ده اولا علشان خاطر ما يبقاش فيه فرق في الشكل. فده سهل لنا الموضوع ده بقى، انا شعري ليس، شعري طويل قصير، انا اقدر اركب اي طول واي لون على شعري، شعري ناعم ومش شكله مش كيرلي ومش هيمشي معايا، فده الحل بتاعنا. الشعر الاكستنشن عموما لما بتتركب على الشعر لازم تكون نفس شعرك ليس، هبقى انا هركب الشعر ده ليس. جميل. طب بصي انا عايزاكي تسيبي الخصله دي، لا ما تعمليش الخصله البني دي، عايزاكي تعملي لها خصله فاتحه. تمام. عشان الناس تشوف الماتشنج بتاع اللونين مع بعض، الاسود مع اللون الثاني بيدي شكل جميل جدا جدا، وفعلا احنا ممكن نعمل حاجات بسيطه رتوش خارجيه من غير ما ناذي شعرنا وبتدي شكل جميل جدا وجديد، وبنعمل لوك جديد في الصيف. هنشوف مع بعض وهي بتركب الخصله الفاتحه.
احنا ممكن نركب شعرها كله فاتح يعني عادي. اه فاتحه في وسط الغامق ده كتير، خصوصا الفاتحه بتدي شكل جميل جدا. وعايزه اقول لكم ما بيبانش بدايتها وان هي حاجه متركبه، بيبان انها عادي كل الخصل مع بعض. دخليها بقى جوه الشعر كده، انت هتركبي قطعه خصله ثانيه. فعلا اختلف جدا يعني، رتوش فعلا بسيطه، وانت برضو مفننه في موضوع الخصل انها بعيده عن بعض شويه، وجايبه الاسود بعيد عن الابيض او الساندري، فمدي شكل حلو جدا. انا برضو عايزه الكاميرا بس تيجي على الشعر وهو بيتركب. بس خلاص عشان انا خدت القرار وانا قاعده دلوقتي ان انا هروح معاكي او اجي لك مثلا بكره اعمل اللوك ده. طيب انا بس في سؤال برضو من ضمن الاسئله الشائعه اللي في ناس كتير دلوقتي ممكن تسالها لي او تبقى عايزه تسالها، ان انا اعتني بقى بشعري. انت احنا خلاص عملنا اللوك اللي انت قلتيه وربطنا شعري بالكريشه زي ما بالشعر اللي انت جايباه، شعري نفسه مش هيتاثر؟ شعري مش هيتاثر ليه؟ انا دلوقتي حاطه الشعر بتاعي في الضفيره دي، انا هغسله زي ما بغسله زي ما انا متعوده. انا عايز اعرف في الفك، هل مثلا دي ممكن تعمل عقده تقطع لي شعري وانا بفكه، ولا انت اللي بتفكيه بطريقتك بايدك انت؟ هو ليه طريقه فك معينه، الشعر انا بفكه لما الضفيره دي خلاص بتبقى خلاص تولد، تمام؟ بقص بقى الشعر ده من بعد العقده اللي انا بعملها، وبشيل العقد كلها بايديا وفك الضفيره واحده واحده. طب عايزين نفك الضفيره برده عشان نوري للناس، ولا ده صعب؟ لا عايز افك، وريني خصله واحده واحنا بنفكها عشان الموضوع يبقى ايه سهل. انا دي لسه مركباها اهو. يعني حتى بص انا عايزه بس الكاميرا تشوف انها ما فيش ولا خصله طلعت معاها سودة. جميل جدا جدا، يعني انت طلعتي برضو الخصله اللي انت عملتيها بس. بالظبط. جميل جدا. طيب الحمامات الكريم بقى اللي ممكن احنا اثناء الشهر زي ما انت قلتي ان انا بريح شعري وانا صبغة شعري فاتح وهركب برضو خصل فاتحه زي ما انت قلتي، تمام. حمامات الكريم ومثلا الحاجات اللي ممكن اعتني بقى والزيوت والحاجات دي، هل ممكن اعملها في الجذور كده؟ ممكن نعملها في الجذور بتاعه الشعر كله. بصي ان انا برضو عايزه اعتني بشعر جلد دماغها كله باين، ده انا بحط عليه اي علاج انا بستخدمه، بغسل شعري عادي بالشامبو، بحط الحمام الكريم بتاعي عادي، بس بنخفف الشامبو في شويه ميه الاول علشان خاطر الضفيره كلها تبقى نظيفه، اعرف الشعر كله، اتاكد ان هو كله خد شامبو وحمام كريم والضفيره كلها نتسرح مع الشعر عادي ببلسم ونحط بنحط البلسم وبنعمل ستايلنج، بنسلكه بايدينا خصله خصله، انا مش هحتاجك تسرحي شعرك خلاص. هو هيفضل شكله وكيرلي زي ما هو كده، واحنا بقى هنسلكه بايدينا خصله خصله. طب لما في ناس بقى تقولك انا مش عايزه اربط شعري بالربطه دي او اغزله بالغزل اللي انت بتعمليه بالكريشه ده، الربطه دي انا عايزه اعمل اكستنشن، ايه الماده اللي بتستخدميها واحنا بنركب الاكستنشن للشعر؟ انا مش بركب اي ماده للاكستنشن واحنا بنركب الشعر، انا بركب الكروشيه بس. او كليبسات عاديه، الكليبسات العاديه او التركيب الكروشيه. هو ليه الكروشيه احنا بنقول ما بيضرش الشعر؟ عشان انا مش مستخدمه فيه اي حاجه. المواد التانية اللي هي ممكن نستخدمها أثناء التركيب هي دي المواد اللي ممكن بتأذي الشعر، تأذي شعرك، لأن أنا كمان بحمل على بصيلة شعرك التركيب اللي أنا هركبه. أنا هنا مش بحمل على البصيلة، أنا هنا بحمل على الضفيرة. بجد كانت فقرة جميلة جدا جدا ومميزة، وأنا بحب الفقرات الجديدة اللي احنا فعلا بنمشي مع رتم الحياة ومع الأعمار الجديدة والحاجات اللي بيحبوها. بنشكر ضيوفنا اللي كانوا منورينا النهاردة، نور عبده مصممة خبيرة تركيب شعر وكمان مصففة راستا، بنشكرك جدا على وجودك معانا. وكمان كان معانا سميرة محمد ميل، كانت معانا، بنشكرك جدا. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين معاكم، نروح لفاصل صغير ونرجع تاني. طبعا